الضفدع حيوان فقاري من البرمائيات، يتبع مجموعة من البتراوات، وتعني الكلمة باللغة اليونانية عديم الذيل. وتتميز الضفادع بأجزهامها القصيرة اللينة وسيقانها الخلفية الطويلة، تنتهي بأصابع مترابطة بأغشية رقيقة تساعدها على السباحة، وعيونها جاحظة وليس لها ذيل. الضفادع كائنات اجتماعية تعيش في مجموعات تسمى جيش أو مستعمرة، حيث تسبح هذه المجموعات أو الجيوش من الضفادع الصغيرة معا كلهم في مشهد يشبه مجموعات من الأسماك، وذلك خلال موسم التزاوج أو التكاثر. تصنف الضفادع على أنها حيوانات صغيرة الحجم، ففي بعض الحالات قد يصل طول أكبر ضفدع منهم إلى 30 سنتيمتر، ولكن في الوضع الطبيعي قد يبلغ حجم الضفدع 2.5.